صميم. ما هو السر وراء الليونة الطارئة في موقف المعارض من الحوار ليتجه المنتدى لاعتبار مقابلة الرئيس الأخيرة مع وكالة الأنباء الفرنسية ردا مكتوبا على وثيقة ممهدات الحوار، وبالتالي تتجه الأمور في البلد إلى تجاوز العقبة الكؤود التي طالما وقفت في وجه الحوار بين الفرقاء السياسيين. وهل لمهرجان التحالف الشعبي التقدمي وإعلان الحزب المعارض مشاركته في الحوار دور أيضا في التحول الحاصل في موقف المنتدى؟ هذه الأسئلة سعدنا أن نطرحها الليلة على القيادي في المنتدى الوزير الأول الأسبق دكتور يحيى بن أحمد الوقف. مرحبا. أهلا وسهلا الرئيس. فجأة تحدثتم أمس أظن لوكالة أنباء الأخبار عن ترحيب وعن بمستوى من الإيجابية حول ما تحدث بها الرئيس في مقابلة لوكالة الأنباء الإسبانية، واعتبرتم الأمر إيجابي، وتلا ذلك تصريح لقيادي آخر في المنتدى. ما السر وراء هذه الليونة الحاصلة الآن في موقفكم من الحوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ وديعة، شكرا أيضا للقناة. الحقيقة لا جديد في المواقف الأساسية من الحوار بالنسبة للمنتدى. أنا شخصيا أدليت بتصريح للأخبار بعد الاطلاع على تصريحات للرئيس في الوكالة وكالة في الإسبانية لامي في وكالة رسمية، هو تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، ولكن عادت نشره الوكالة خبرا عنه الوكالة الرسمية للأنباء. بعد نشر الوكالة الرسمية له يعتبر موقف رسمي عبر عنه الرئيس، كان يلا يعبر عنه في الوسائل الوطنية، وكان يلا يعود موجهه للرأي العام الوطني. يغير على كل حال عند منين جابته الوسائل، وسائل الإعلام الوطنية، وإحنا نعرفه نظام كيف نظامنا وسائل الإعلام موجهة في الأمور. بالتالي ما دام شافته بعد الوكالة فقط، لأنه لا التلفزيون ولا الإذاعة، الوكالة أنا قريته في الوكالة، وبالتالي شخصيا اعتبرت أنه مسألة إيجابية. مسألة إيجابية لماذا؟ لأن نختار نذكر هون المنتدى بعد مطالبته بالحوار ومطالبة الرئيس يناير 2015 بالحوار وإرسال وثيقة للمنتدى، احنا في المنتدى عبرنا عن استعدادنا ومشينا عريضة، ودي العريضة جاتنا في الرسالة اللي جات من عند النظام نقطة حول مراجعة الدستور، كان نقاط من جدول الأعمال. اعتبرنا أن المرحلة اللي فيها البلد أنها ما مفيد فيها مراجعة الدستور، أن اليوم يا الله يخلق حوار وطني شامل، يا غير يا الله يحافظ على الدستور لين يخلق وفاق وطني. واعتبرنا أن هذا التغيير أنه ما هو موقفنا، وفي العريضة عبرنا عن ذلك، قلنا أن الدستور بشكل عام هو الجديد الآن سيدي الرئيس، ليس الموقف القديم، هذا معروف بشكل عام، لعل المشاهد يحفظوا على الغيب. لكن بعد فترة صرحوا بعد الوزراء قدام البرلمان وفي مؤتمر صحفي رسمي مطالبين بتغيير الدستور بخصوص المأمورية. طبعا عبر المنتدى عن رفضه لأي تغيير الدستور بصفة خاصة بالنسبة للمأمورية. عند منين يصرح الرئيس المعني الأول بالموضوع؟ الوسائل الإعلام الأجنبية طبعا، يا غير جيبوا وسائل إعلام وطنية. لكن ما الذي صرح به الرئيس؟ الرئيس الذي صرح به لوكالة الأنباء الإسبانية هو نفس الذي كان يقول، قاله أكثر من مرة، لعله تصريح به لوكالة الأنباء الإسبانية أعطته قيمة. في جديد قال أنه لم يطلب يوما، لم يتحدث يوما عن، لم يطلب يوما تعديل الدستور فيما يتعلق بالمأمورية الثالثة، وقال إنه هذه الفكرة موجودة فقط في أذهان بعض المعارضين السيئين. هذا جانب سلبي طبعا من التصريح، لكن هذا الكلام هذا لا هذا، ولكن قال إنه عنده يمينين على الدستور، إنه ما وإن هذا اليمين أهم عنده من اللي تقول المعارضة، وهذا من جانب السلبي من تصريحه. غير
جانب إيجابي، إحنا كسياسيين مهتمين بحل مشكل سياسي، أي نقطة إيجابية سمعناها من النظام يلا نقول لها إيجابية. وطبعا يلا يا غير ما هي مغيرة في جوهر موقفنا السياسي. خلال ساعات ظهر تصريح لكم وأنتم تترأسون حزبا أساسيا من أحزاب المنتدى، وظهر تصريح لمسؤول الشؤون السياسية في حزب آخر من أهم أحزاب المنتدى. هذا التهافت على تصريح في الحقيقة الرئيس وقال فيه كلاما كان يقوله، يبدو أنه للمراقب والمتابع أنه الذي تغير أنتم وليس الرئيس. الرئيس قال كلاما كان يقوله بشكل دائم. نحن نعتبر أنه يتغير الرئيس. نحن قلنا أن المأمورية ما يلا تمتس، والوزراء طالبوا بتغييرها، وطالبنا الرئيس أنه يقول للوزراء أنه ما هو مغيرها. هذا التصريح اعتبرناه جانب إيجابي. طبعا في جوانب سلبية، ولا أنه كان يلا يقول الرأي العام الوطني، ثانيا يلا كان يخص به وسيلة وطنية، عقب ذاك كان يلا مليه أسلوبه بدل من يجرح بالمعارضة يقوله بطريق مضبوطة. يا غير هذا جانب الشكلي. إحنا قابضين بدون أنه نعتبره كافي وبدون نعود واصل حد، إلا أنه ما دام ذا قالوا شهدوا الرأي العام الوطني علنوا من جديد قال أنه ما هو مغير. هذه المسارعة لتثمين كلام الرئيس لأنه جاء في الوكالة الرسمية للأنباء هنا ما الذي فكر هنا الذي تذكرت الحق تلحقوا هذه الأيام سابق تصريح الأربعة. هذه القيمة التي تريدون أن تعطوا للمقابلة لأنها في وكالة الأنباء الرسمية، الذي فكر بهذه الطريقة الوزير الأول الأسبق أم رئيس حزب المعارض؟ يبدو كما لو أنه لا أولا هذه الهالة بين قوسين التي تريدون تطون الخبر اللي عبر عنها، سواء الرأي اللي عبرت عنه أنا شخصيا أو رئيس شيخاني، أولا ما خلق فيه أي تنسيق، ولكن أنا ما عبرت في إطار مؤتمر صحفي ولا اتصال. أنا اتصلت بي وكالة الأخبار وسولوني وقلت لهم إن اعتبر أنها مسألة إيجابية. طيب كذلك التصريح اللي عبر عنه شيخان. لماذا تبيعون لأنفسكم وللرأي العام وهم حسب ما يقول البعض، وتتجاهلون إنه هذه التصريحات هي جزء من حملة لتحسين الصورة بين قوسين تقوم بها السلطة وتقوم بها مع وسائل إعلام غربية موجودة، الكل يعلم متى جاءت ما هي وما الذي تريد. يعني تقوم السلطة بتصريحات تهدف بها إلى تحسين صورتها في الخارج، فتستقبلونها أنتم في الداخل، تستهلكونها هكذا بهذه البساطة، وتبيعون لأنفسكم وللناس أيضا وهم أنه هناك فجأة تحول في موقف، والحقيقة ظاهر أنه لا يوجد تحول. أستاذ وديعة، فم منهجين. واحدة نعود واستمعنا إلى الرأي ونتجاهله ونتابعه في مطالبة، ولا يعتبر الرأي العام أن هذا اللي قال أنه ما استمعنا له، وهم طبعا الرأي الآخر القائل أن هذا نوع من التجميل ونوع من خطاب. ولكن إحنا ما هو مغير من سياستنا، المهم أن عند من نشوفه أي ضوء يعتبر فيه شيء إيجابي نقول أنه إيجابي، وشهدوا الرأي العام على أنه أي نقطة إيجابية المشيوف على المعارضات شنو، ونتحاول دائما أنها ما تقبل من الخطاب يكون جانبه السيء. طبعا إحنا ننتقده ونعتبره أنه اللي قال ما كان يلا يقوله بهذا الشكل، وكان يلا يقولوا للمواطنين ورأيه العام ووسائله الإعلامية الوطنية، وكان يلا يقولوا بطريقة أوضح وصرح. يا غير ما دام فيه، إذا تخطينا الشكل وقسنا المضمون في السياسة، أنتم كنتم تشترطون ردا مكتوبا، ما زلنا لكنكم تعتبرون هذا الرد جاي بالإسبانية أنه قد أبدا أبدا أبدا, أبدا ما زلنا ما موقفنا لم يتغير بشيء. لكن المعلومات أو التسريبات تقول أنه هناك بداية اتصالات بينكم والسلطة بعد هذا لا الموقف بالنسبة للمنتدى ما زال بصفته. وذكر به إحنا ذا النظام كنا معاه في مرحلة حوار أولي، وتوافقنا معاه على أن الحوار يعود على مرحلتين، مرحلة تمهيدية ومرحلة حوار حقيقي. وبدأنا في المرحلة التمهيدية وتبادلنا الرسائل وخلقت لقاءات بين فرق من الأغلبية والمعارضة، وكلها عبر عن رأيه. احنا عبرنا من خلال وثيقة، والأغلبية عبرت شفويا وطلبنا منها الكتابة، ونعتبر أن النظام هو اللي وقف المرحلة التمهيدية، والنظام هو اللي ادعى الحوار أحادي.
احنا الحوار الاحادي عبرنا بشكل واضح ان راغضين ولنا ما نمشاركين فيه. عند من يدخل النظام؟ طيب هذا التشدد الشكلي انتم اعتبرت انتم الان في تصريحكم اللي عدلتوه الان في حديثكم قلتوا انه الرئيس تغير الكلام الذي قاله الرئيس، ورئيس هو الشخص الجوهري في الموضوع اللي انتم تخافوا منه اللي هو موضوع المأمورية، قال انه لم يطالب بذلك، ذكر بانه الايمان التي ادى اهم لديه من كل كلام لاحق. لماذا لا تعتبرون انه هذا رد ورد مكتوب ورد رسمي وتدخلون في الحوار؟ ردك على عريضتنا، احنا عريضتنا المحوري فيها هو اتفاق اطار، طالبين اتفاق اطار مع النظام يحدد الضمانات الأساسية اللي تضمن مجال الحوار ويحدد شكله ونوعيته، إن هذه ظروف ما زالت هي الخالقة. عند من يرد إلى النظام ونقيم الرد اللي عنده ونشوفه إنه واصل مستوى اللي نقدر نعدلوا معاه اتفاق إطار ونوقعه نتباركه نناقشه آلية الحوار وشكله والطريقة اللي الله يخلق بها. في حالة إن الرد ما خلق معناه الحوار ما خلق، وفي حالة أن الرد ما هو إيجابي ولا هو واصل للمستوى معناه الحوار. لأن أنتم ما زلتم تتمسكون برد مكتوب على وثيقة مهدات الحوار. طبعا تتمسكون نفس بها. الموقف اللي كان عندنا لم يتغير. طيب هناك هناك بيان آخر أيضا كنتم أصدرتموه بعد الحديث الوزراء، بعض الوزراء وزير العدل وزير المالية ووزير الناطق باسم الحكومة، أن للرئيس الحق وأن للناس الحق في أن تطالب الرئيس بتعديل الدستور. كنتم اشترطتم وفهم من أحد البيانات أنكم تشترطون أي عودة للحديث ولو بشكل رسمي للحوار ان يكون هنالك اقاله لهؤلاء خروج من الحكومه. ايضا هذا مزتم والله هذا كان رد متشنج في لحظه بتعود لم تكن السياسه فيها هي المنتدى. اولا هو اشترط الحوار، اشترطه بالرد المكتوب، هذا هو الشرط الاساسي. عقب ذاك جات تدخلات الوزراء، المنتدى قال انه سابق وأكد له أن ذا الموقف أنه ما هو موقف رسمي، وأن الوزراء يؤكد لهم أنه ما هو موقف رسمي، أن المنتدى ما أضاف شرط للشرط الأول. لكن خطاب النعماء الرئيس خطاب النعماء تقريبا قال في أن هذا وزراء يعبر عن وجهات نظر شخصية، قال أنهم مستفزين وإحنا نعرف أنه ما استفزهم حد، نعرف أنهم وزراء قعود وعندهم كامل عقلهم، واحد منهم في البرلمان مطالب، واحد منهم ناطق رسمي جاي من شور مجلس الوزراء له يتحدث عن القرارات اللي قبل مجلس الوزراء، وبالتالي ذي اللي قالوا احنا واضح انه نوع من تحريض على تغيير المواد اللي محصنه في الدستور، وقلنا ان يا الله الرئيس يوضح الموقف. هذا الموقف اللي عبر عنه الرئيس ما وصل لمستوى الوضوح اللي مطالبين به، ولكن اعتبروه تقدم بالنسبه للمواقف السابقه، تقدم خطاب النعمة وتقدم الخطابات السابقة. طيب تم تحدثون عن موقف المنتدى، هل يوجد أصلا موقف للمنتدى موحد من الحوار؟ لأنه المتداول المعلومات أنه أيضا عادت حكاية صقور وحمائم في المنتدى من موضوع الحوار، وأن هنالك أحزاب في المنتدى ويشار إلى حزبكم وكتبة الميثاق التي أنتم منها، إضافة يعني فيها حزبكم حزب عادل، وفيها حزب المؤتمر لإعادة التأسيس، وفيها حركة التجديد وحزب التجديد، إنه هذه الأحزاب على وشك أن تخرج حتى من المنتدى لتحاول منفردة. هذا الخبر من فيه نهائيا المنتدى موقف موحد، والبيان اللي وخه له 48 ساعة بيان موافقة عليها أطراف العملية السياسية كاملة اللي اليوم في إطار المنتدى، وبالتالي هذا كامل في إطار الإشاعات اللي عاد تذكر مشاورات سبتمبر 2015 الناس كاملين قالنا لا يتحضر له، وإحنا كاملين نشكك في مواقفنا. يقير حقيقة ظاهر لي أن حد متابع يعرف أن في عادل وفي إعادة التأسيس وحتى في التجديد أن مواقفنا هي نفس المواقف اللي عند أحزاب الأخرى، وهي نفس المواقف اللي عند الأقطاب الأخرى على مستوى المنتدى. طيب هنالك معطيين اخرين قد يكون لهم تاثير على التحول او الليونه الطارئه في مواقفكم من الحوار. المعطى الاول المعطى المتعلق بالمهرجان الذي نظمه حزب التحالف الشعبي التقدمي، واعلن فيه رئيس حزب التحالف مسعود البلخير انه حزبه سيشارك، ودعاكم للمشاركه في الحوار. يعني انتم الان تجدون انفسكم طبعا احنا
حزب التحالف موقفه نعرفه، لأن التقينا فترة رئيس مسعود وصرح لنا بكل وضوح على أنه مشارك في الحوار، وبالتالي هذا ما غير من موقفنا. عقب ذلك بياننا اللي صدر نفس المساء اللي يعدل فيه المهرجان، وبالتالي ما عنده أي تأثير. طبعا احنا نعرفه أن التحالف أنه لا يشارك ونحترمه رأيه ونحترمه موقفه، ولكن ما عنده أي تأثير في الموقف. لماذا؟ لأن نهائيا ما طرى أي موقف من الحوار، موقف من الحوار ما زال لا بصفته. رئيس مسعود قال أنه لا يدعيكم من جديد، ولا دعاكم من جديد الحوار، ترى كان فيه في خطوط الآن جديدة بينكم معه؟ حد الآن لم يحصل اتصال مع التحالف بعد المؤتمر، بعد المهرجان اللي حصل. المعطى الثاني اللي قد عد أثر عليكم أنه أنتم كنتوا تتمنعون في موضوع الحوار، وتعتقدون أن الرئيس ليس جادا في الموعد الذي قال 3 أسابيع 4 أسابيع، يعني الآن حقيقة توشك على أن تنتهي، لكن عاد في نواذيب وأكد أن الحوار سينطلق في وقته. أن أنتم حسيتوا كأنكم أستاذ القطار سيفوتكم، أستاذ وديعة، وعدتوا تلوي أي قطرة ترصفوا فيها حتى ولو عاد. لا، إحنا بيان جعاق بخطاب الرئيس نواذيب، معناه أن من غير تصريحكم يا أمس أنتم وشيخاني البيبة جعاق بالبيان. لا، البيان هو الموقف الرسمي. تصريح يحيى وتصريح شيخاني ما هي موقف للمنتدى، تصريحات تعبر عن آراء، غير ما تغير الموقف الرسمي. هناك رأي وهناك موقف رسمي. طيب على ما تراهنون أنتم الآن؟ الرئيس حدد موعدا للحوار، يبذل جهد خارجي من خلال مقابلات لكي يسحب منكم ربما كنتم تراهنون عليه من دعم خارجي أو من ضغط خارجي عليه. أطراف أساسية في المعارضة أعلنت أنها ستشارك، لماذا تريدون أن تبقوا خارج اللعبة ولا تستمعوا لنداء مسعود؟ مسعود حليفكم ورفيقكم في درب المعارض قال أنه طبعا هذا وجهه لرئيس التكتل أحمد الدادا، قال أنه يريد أن يراه في موريتانيا الجديدة، ألا تريدون أيضا أنتم أن تروا أنفسكم في موريتانيا الجديدة؟ طبعا إحنا نداء مسعود مهم عندنا ومفيد، وإحنا ما اللي نختاره نوجد أنفسنا في أي موريتانيا جديدة مفيدة لا يعودوا عندنا فيها دور ومشاركين. اللي اختار نأكد إلى رأي العام من المنتدى من السر فعلا يخلق حوار، يقال يخلق حوار جد بين الخيارات اللازمة مد تمشي في حوار ما هو جدي ولا يوصلها ما يقدمها ويقد قاع يوخرها، وهذا المنتدى ما هو ماشي. والله حوار حقيقي وجاد، المنتدى مستعد له. كان النظام مصر بالسياسة كان النظام مصر على ينظم حواره. هذا على كل حال احنا نعمل كل اللي عندنا من قوة الحوار ما يخلي. في الحصيلة الديمقراطية حد عدل بلاه عدد حصيلة المعارضة الموريتانية، شوفون في مسارين، واحد منهم حقق نتائج الديمقراطية، واحد حسب كثير ما حقق شيء. مسار الحوار حقق نتائج يسوى في عهد الرئيس الأسبق معاوية والطايع، تحسينات على النظام الانتخابي، نسبية، بطاقة تعريف وما إلى ذلك، ويسوى في عهد حتى الرئيس الحالي وما بين مرحلتين تحسينات التوسيع اللي حصل على النسبية وما إلى ذلك، وفي مسار المقاطعة والمقعد الشاغر والراديكالية يقول الكثير إنه هذا لم يحقق شيء. لماذا لا تأخذون العبرة من حصيلة ربع قرن؟ المسار الحالات المحدودة من الحوار أنتجت شيء ولو محدود، والمسار الطويل من اللا حوار أبرى بالديمقراطية. أستاذ وديعة، فيها أهلت مستويات من المواقف في الموضوع، ذم الرفض للحوار، وهذا طبعا موقف ما هو قابل عبرة من التجربة، ولا هو موقف ديمقراطي، وإحنا ما هو موقفنا. إحنا مستعدين للحوار وما الدين وليد، وإحنا هم الأولين طلبناه وإحنا هم المستفيدين منه. الموقف الثاني الاستعداد للحوار، يقر القبول بحوار. هذا كلام تقولوه يا غرمين تحق الحقيقة، تبدو تتمنعوا، تبدو تطرحوا الشروع، تبدو عنده تتراجعوا عنده مصداقية، ولا يعطي نتيجة ولا يخرج البلد من 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 الأزمة، وخالق القبول بأي حوار. هذا ما هو موقفنا. احنا موقفنا المطالبة بالحوار والقبول بالحوار الجاد، يقر الرفض لأي حوار ما هو جاد ولا يوصل للنتيجة. طيب في مخرجات متوقعة للحوار القادم أعلن عنها الرئيس في خطاب النعمة، هي في عمومها جزء من مطلبية تقليدية لكم في المعارضة. هل في المنتدى الآن أخذت منها موقفا؟ لنبدأ مثلا بموضوع المجالس الجهوية،
هل أخذ المنتدى موقفا من موضوع المجالس الجهوية التي أعلن عنها الرئيس وأعلن عنها بديلا عن مجلس الشيوخ الذي قال أنه سيتجه إلى حله أو إلى استغناء عنه، وبعد ذلك تكون ذلك مجالس جهوية؟ اقتراحات والله الآراء اللي عبر عنها الرئيس، نعم إحنا نعتبروه نوع من تجاوز الحوار بإعطاء مخرجات وساوي. اللي يتهمنا إحنا به واللي ما هو قطعا وارد بين اللي إحنا ما ندور مخرجات الحوار، وقع أول إنه قال إنه لا يعد الحوار وحدد وقته ولا حامركم ثم عددت له وثيقة. لا طلبت منها مهدات، قلت له احنا ندورك استاذ كذا كذا كمل اولا حامركم وبالتالي على سنتكم صرح مخرجاته. بالنسبة للمجالس الجهوية هذه فكرة قديمة كانت موجودة وكان فيه مشروع قانون وهي 2007 في معلومات تقول عن فترتكم في عهد الرئيس السابق سي محمد الشيخ عبد الله انه كان مشروع تم تحضيره من وزارة لامركزية وكان موجود 2000 وهي في نهاية 2007 و2008 وأنا شخصيا عند توليتي في الحكومة كان المشروع موجود، وطلبت أنا ذاك من وزير لامركزية توسيع تشاور، لأن مجالس الجهوية مسألة مهمة لأنها تعطي فرصة للمواطنين المشاركة في عملية تنموية بشكل فعلي. طبعا هناك مجالس محلية هي البلديات ومهمة أيضا، واللي ما زالت النظام اليوم ما هو عاطيها الدور ونظام جاكوبان الحقيقي وحد يراعي فيه، وبالتالي ما أعطى للبلديات. بالنسبة للمجالس الجهوية شخصيا أعتقد أن أولا المنتدى لحد الآن ما هو عاطي رأيه مخرجات حوار ما فات الحق وقت، فبعد موضوعيا يتطلب تفكير اللي آليته طريقة الآلية الانتخابية له، يكان لا يعود منتخب كامل، يكان لا ينتخب بالاختراع المباشر أو غير المباشر، يكان لا يعود جهازه التنفيذي منتخب والله مختار. هذه عملية صعبة ومعقدة لا سيما بالنسبة لبلد كيف بلدنا متعدد الأعراق وتوزيع وقانون الانتخابي ما هو مقبول من الناس كاملة، بالتالي ما زال يراعى فيه. بالنسبة لمجلس الشيوخ أنا نعتبر أن اقتراح خلينا نسافر حق مجلس الشيوخ، هون المفارقة أنه هذا المشروع نشأ ترعرع تبلور في عهد تعتبرونه غالبا في المنتدى عهدا ديمقراطيا. أنتم شخصيا أكيد تعتبرونه كذلك لأنكم كنتم رجل الأساسي في هذه المرحلة، كنا لا ينفتحوا له من النقاش. طيب سؤالي كان سيكون إنجازا ديمقراطيا اقتصاديا حتى ربما وطنيا بالمعنى المتعلق بالإشكاليات الوطنية لو أنه تم في عهدكم، ما هو أنه سيتم الآن في هذا العهد تطرح الأسئلة؟ لا أنا اللي قلت أولا أنه ما هو جديد، يعني كان حلالا لكم لا واليوم حراما عليه. لا من قال أنه حرام؟ إحنا قلنا أنه أولا ما هي فكرة جديدة اللي ما تفيدون به حنين. لا هي ما هي فكرة جديدة، هي كانت موجودة. أنتم أشدتم بكلمة وكالة الأنباء الإسبانية؟ لا ما هم سياني تتعلق ب تسكتون شهر هذا أيضا الأساسي. لا هذا اللامركزية وأنت أدرى كخبير اقتصادي هذا له انعكاس اقتصادي، هذا له انعكاس لمشاركة الناس. هذه الفكرة يلا تنطرح في إطار الحوار وتناقش وتقبل لها آلية، ما يلا تنطرح مهرجان كيف مهرجان النحمة، هذا ورأي زيود. بالنسبة لموضوع الشيوخ أيضا. بالنسبة لموضوع الشيوخ أنا شخصيا أعتقد أن الطريقة اللي تقدم بها الرئيس ما هي مقبولة في نظامنا. أولا يالله كان يخل يتشاور فيها مع الأطراف السياسية، هي أولا ما يجد حد يقضي على مجلس الشيوخ يكون برغبة البرلمانية كامل اللي هو لا يجد يخل لابس استفتاء ويالله صادقوا عليه مجلس الشيوخ، صادق عليه الجمعية الوطنية، صادق عليهم مستويات ثلثين. استفتاء قد يأتي عن طريق الاستفتاء الشعبي لابد الرئيس لو الحقن مادة 99 الدستور تقول أي تغيير في الدستور يا الله يمرر على الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ويجبر ثلثين اللي ينفوت يجبرهم، لكن في حالة عادة يا أخي عن طريق مؤتمر برلماني. لا لكن الرئيس لو الحقن يدعو مباشرة راجع الدستور. لا تحنين يكمل لك أولا يصادق عليها ذلثين مرحلة تمهيدية في مجلس الشيوخ، عقب ذاك يصبح الخيار إلى أبقى الرئيس
يعدل له مؤتمر وسابق عليه بثلاث خماس والله يعدل له استفتاء. بالنسبة للدستور لا بد من المرور ب هاي القراية التفصيلية جديدة للدستور ما كان فيها لا أنا ماني لازم غيرها. أنتم من حفظ حجة على من لم يحفظ. مدرك كان نقدر نفهم منها أنكم مهتمين الآن بثورة برلمانية وبأصيان المنتدى شيوخي ما اهتم بها ولا اعتبر هذه مسألة داخلية الأغلبية. وإحنا الموقف اللي متخذين هذه المواضيع سابق ندخلوا في الحوار ما أنا داخلين في مثال هون هم اللي نجبروا تناقض آخر من تناقضات أهل المعارضة والمنتدى. مجلس الشيوخ في أدبياتكم كان على أنه منتهي الصلاحية في الشيء ما فات قبل شد من 10 سنوات مازال منتهي الصلاحية. هذا محدنكم هذا محد أنه يمين لصالح السلطة. لا أبدا الآن وفي أصوات رفض أستاذ وديعة يبدو يعودوا ديمقراطيين يبدو ما الله يخطاها ويبدأ أستاذ وديعة لماذا لا تعطون الصورة على مستوى شوي من الانسجام في الله. أستاذ وديعة أنا تكلمت لك نظريا تغيير الدستور لا بد من غرف التنين لين تسولني نقول لك إن غرفة مسولكم شنو رأيكم غرفة الشيوخ إنها غرفة تجاوز هذا ثلاثة تجاوزوا فترته وبالتالي ولين تسولني نقول لك إن من ناحية المشروعية بالنسبة للمنتدى ذي المؤسسات ما هي مشروعة طبعا شرعيتها بالقوانين الموجودة جانب يقر المنتدى نتيجة ذي العوامل ذي ظاهر له إن مجلس الشيوخ متجاوز فترته وان التمديد اللي عدلوا له ما هو تمديد ولا طيب وقع واحد وش رايكم اصلا قاعد فيه هو كمجلس شيوخ درسني فايتو عمليا لا ترى انه تكريس لبعض الابعاد القبليه وبعض الابعاد بالنسبه للنظام الديمقراطيه هنالك نوعين من التمثيل هنالك تمثيل ديمغرافي حسب الكذابه الديمغرافيه وهناك تمثيل اللي قالوا الاقاليم اللي جرات العاده من الجمعيه الوطنيه التمثيل ديمغرافي للشعب بشكل عام وان مجلس الشيوخ تمثيل الاقاليم وانه نوع من التوازن بين الجانب الديمغرافي والتوزيع الاقاليم من درك هذا هو فلسفه وجود غرفتين واحده تمثل البعد الديمغرافي الصغر الان اللي اعلن الرئيس انه سيعتمد اكثر تمثيلا للاقاليم لانه ستصبح المجالس الجهويه ستكون مجالس تمثل استاذ وديعه تمثل الدول المحلية. اللي فيها المجالس الجهويه وفيها مجلس الشيوخ هو ما هو بديل عنها ولا بينه ارتباط ما بينه ارتباط لكنه احيانا يكون مجلس الشيوخ ياخذ دور توظيف ايضا قطاعاتي او لا 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 احنا مجلس المستشارين في بعض الانظمه عندنا اما نقبل تجربه السنغال والله نقبل تجربه المغرب والله نقبل تجربه فرنسا التجارب كامله موجوده فرنسا فيها غرفتين المغرب فيها غرفتين السنغال كانوا فيه غرفتين ألغى واحدة غيروا خلطوا شيوخ والمجلس الاقتصادي الاجتماعي هذه تجارب كاملة ولكن هذه أمور يلا تناقش سابق يخلق فيها اقتراح من طرف الرئيس بيلي اقتراح من طرف في تقديركم أنتم كخبير اقتصادي وكوزير أول أسبق هذا أيهم أفضل أيهم أنسب الحالة نحن في موريتان في تقديركم لا بد من معايير ويتم ترتيبهم ترتيب معايير حسب فكرة اعتبار ذم عبء مالي كبير فكرة بسيطة اللي عندنا من المؤسسات اللي حقيقة تكلفنا اللي يلا نقوم بعملية عقلنة الموارد بشكل عام ونشوف في هذاك اللي وبالتالي جانبها المالي البحت أنا نعتبره فكرة بسيطة يلا يرعى فيها من درا إذا يرعى إحنا اليوم من درا كان دي الأقاليم اللي عندنا أقاليم مقبولة من طرفنا كاملين يا كان فكرة تمثيل الأقاليم يا كانها فكرة واردة والله ما هي واردة لماذا ما هي واردة لماذا التوجس منها خصوصا نحن بلد شاسع وبلد فيه تنوع كبير لماذا تصر النخبة السياسية والمعارضة منها الآن على أن تتصامم عن هذه الاشكالات وتنظر بالكثير من التوجس لا احنا ما نصممين احنا قايلين ان يلا يطرحوا الامور بشكل عام ويناقشوا ما هو من خلال اقتراح محدد يلا نناقشوا بشكل عام بنيتنا المؤسسيه من ناحيه الفعاليه ومن ناحيه التكاليف ونخلق حوار منطقي بموجبه نتخلاوا عن مجلس الشيوخ ونخلطوه هو مجلس الاقتصادي والاجتماعي انت شوف مجلس الاقتصادي والاجتماعي عنده ادوار
يقيم ما قام دور مجلس اللي قالوا الوسيط الجمهورية عنده دور قال ما قد قام بدور. أنا يلا نشوفه دي المؤسسات كاملة جرد لها ولا نحد مؤسسة في حد ذاتها في البداية طبعا نناقشه. أنا بعد شخصيا ماني مدافع عن الإبقاء على غرفتين يا غير قايل إن يلا الفكرة تناقش ولا يسرع فيها باللي ما هي بسيطة ما هي بسيطة ما أنا كان قبل استنتاج إنه بعض الأفكار اللي أعلنها الرئيس في خطاب النعمة أنه تحفظكم عليها تحفظ في الشكل وليس في المضمون، لأن أصلاً هي جزء من أفكار المعارضة. موضوع المجالس الجهوية هذا المشروع كيف قلتوا كان موجود في عهدكم، هذا مشروع موضوع مجلس الشيوخ جميع أغلب أحزاب المعارضة أغلب أحزاب المعارضة كانت تقول أن مجلس الشيوخ هو مؤسسة زائدة تكلم ميزانية الدولة تعزز القبلية ولا تفيد يعني إلى تخطينا درا إلى اللي إلى اللي تجاوزنا السياق اللي طرحت فيه وطرحت على طاولة حوار فت تخطيت فيه جوانب الشكلية. شنو موقفك منها لا يعود في حالة إن تخطينا وطرحت في حوار المنتدى لحد الآن ما ناقش المواقف فيها بشكل محدد، وبالتالي ما يقدر نعبر لك عن موقف المنتدى. لا موقفكم أنتم كحزب عادل موقفكم أنتم. بالنسبة لي أنا المجالس الجهوية مستوى متقدم ومفيد يا غير فيه بعض المخاطر اللي يلا تندرس سالب النظام يلا يواقع خليك عليها وفاق وطني اللي هي فيها أولا نوع من اللامركزية على مستوى جهوي ما هو لا على مستوى البلدية، وبالتالي لا تعطي شيء من المسؤوليات. أنت تعرف أن جهاتنا ولا ولاياتنا ما عندها موارد ذاتية، والموارد كاملة تعود موارد وطنية لا يتوزع، وبالتالي يلا يخليك تفكير في عادة تنظيم الجهات اللي موجودة وفي مطالبات من جهات متعددة بالتفكير في المنظومة الانتخابية. سؤال أخير سابقنا قبل المحور المتعلق بموضوع الحوار هل صحيح أن هنالك اتصالات جديدة بينكم وبين الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية من جديد تطرح فكرة أن يكون هنالك تجديد اتصال بينكم وبينه؟ اللي عندي الآن النظام لين يتخلى عن الحوار الأحادي ويطالب مراجعة العملية الماضية اللي هو الاتصال من أجل رد مكتوب له يعطيه المنتدى من المنتدى مستعد. غير سابق توقف الحوار اللي مرتقب إنه يخلق المنتدى ما عنده موقف. هذا المطلبية بتوقيف الحوار الأحادي تعيد الأذهان نمطية في الحوار بين السلطة الحالية بين الرئيس الحالي والمعارضة الحالية تدل على شيء المعارضة الحالية وتدل لكنها تدل إنه دائما السلطة الحالية أكثر قدرة على أن تناور، وأنها وهذه المفارقة تستخدم لكم نفس التكتيكات في المناورة وغالبا تاتي بنفس النتائج. انت قاعد تحددون تمثل الغايب يا غير ظاهر لي انك هون قدر من الغايبين هون قدر من بالغت في تمثيل الغايب لان انت لين تخرج هو هون قدر من الغايبين وخايف تمثل هم اللي الحاضر متعلق بالسلطه يا غير انا سؤالي لين كملوا سؤالي هو لانه الان منين تقولوا انكم دور لا توقيف الحوار الاحادي تفقدوا مرات تعودوا كنتوا في الدور في شيء عقب يحدد لكم تاريخ وتعودوا مهم عندكم ولا ذاك الحوار الأحادي ينتهي مدرى كان إعادة لنفس خلص الحوار اللي خلي في سبتمبر احنا دعينا له قلنا له جاي بين اللي ما متوفرين فيه الظروف السلطة هي اللي وقفته بإرادتها ما حد إرادتها ما بدون وإحنا غارك اليوم ما مطالبين به إلا نعتبره إنه لا وقفت السلطة وعادت الاتصال بينا إنه مستعدين ومادين لي يا غريبة تابعت فيه إحنا ما عندنا جاي ولا مشاركين في اتصال ايضا اليوم حسب بعض المعلومات بينكم وبين حزب التكتل هل هذه المعلومات صحيحه وشو شنو ما هو مضمون صحيحه ضمن لقاء خلق بين التكتل والمنتدى اليوم وكان حول تنسيق في موضوع الحوار اللي مزمع تنظيمه من طرف النظام وحول فكره فتنه تم فيها تشاور هي الموقف بشكل عام من تغيير الدستور ومواقف المنتدى والتكتل في الموضوع
متوافقة ودوره ينسقه من أجل تعبير عن موقف موحد بالنسبة للنقاط. مبدئيا اتفقت على التعبير عن موقف موحد. اتفقنا على مبدأ التعبير والآلية لا تتحدد حبيب. لين نصل لمحور أخير قبل أن نتحول لبعض الأسئلة اللي وردت من المشاهدين، هو محور المتعلق بحزبكم، حزب عادل. البعض رأى في سبقكم في الترحيب بمقابلة الرئيس مع وكالة الأنباء الإسبانية أنه عودة لخطوط. طبعا أنتم كحزب علاقتكم بالسلطة الحالية مرت بحكم الممكنات كاملها، كنتم في صدارة المعارضة لأنكم كنتم الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق سيد محمد بن الشيخ عبد الله، دخلتم السجن، خرجتم، دخلتم في حوار مع السلطة، تحالفتم معها، عدتم عنها إلى المعارضة. هل تستنفون رحلة العودة اللي راجع فيه؟ احنا حاورنا مع النظام ووقعنا معها اتفاق يا غير ما تحالفنا معها ولا دعمنا برنامجه السياسي، شرطناه بتنفيذ الاتفاق. تحولتم الى الاغلبيه في فتره لا وتلات. ولكن شرطناها، ما قمنا باي نشاط، شرطناها بتنفيذ الاتفاق. الاتفاق ما ونفذ. عاده الاغلبيه ما يبرز الانشطه، لكنكم بعد اعلنتوا عنكم داعمين الرئيس. عدلوا الانشطه واستقبلوا الرئيس. مكثتم، انتظرتم. يستقبلوا الرئيس في كل بليده. انتظرتم فتره طويله. اعطينا سنه ما قد استقبلنا الرئيس في المنطقه ولا قد عدلنا نشاط، ربطناه بتنفيذ الاتفاق. لكن الاتفاق يمر بحوار ويمر بإصلاحات سياسية ما خليت بغنى الموقف، والموقف هو المزال عندنا جزء من المنتدى، موقفنا يتحدد موقف المنتدى، أراءنا طبعا عبر عنها في داخل المنتدى هي تعود متوافقة معه. بالنسبة لذي الحالة الخاصة هذا تقييم نقطة محددة، ما نعتبرها كافية يقير ما إلين يستمر في تأكيدها ويستمر في الاتصال بينا والجواب على عريضتنا، هذا يقدم العملية السياسية. تنتقد عدد من أحزاب المعارضة وحزبكم منها بأنها تدعو لشيء لا تطبقه في ذاتها، تدعون للديمقراطية ولا تمارسون الديمقراطية في أحزابكم. ما هي آخر مرة نظم فيها حزب عادل المؤتمر، أو هل نظم أصلا المؤتمر هذا الحزب؟ نظم مؤتمرين، واحد تأسيسي وواحد نظم 2011. لكن مؤتمر بمعنى المؤتمر مناديب وانتساب المؤتمر بالمعنى تقليد الأحزاب الحاكمة، مجلس وطني زايد مكتب المرحلة الأولى قمنا بعملية بعثات داخلية وانتساب داخلي. العملية الثانية تم استدعاء نفس المندوبين اللي مازالوا في الحزب، وبالتالي عدنا مؤتمر من أجل إعادة تأسيس. هذا جانب. بالنسبة لنظام كيف نظامنا اللي احنا فيه، الأحزاب السياسية تحت ضغوط واضحة، أولا غياب موارد تمكن من تجديد منتظم للهيئات وتنظيم، وبالتالي هي عملية معقدة، ولكن في نفس الوقت الحزب على مستواه ما عنده مقرات في الداخل وحضور على مستوى الداخل محدود، ولكن في نفس الوقت هذه تعتبروها شكرا ولا نعتبرها؟ بالعكس، انا ذكرتها كضعف موجود بالنسبه ل وكثيره في اغلب الاحزاب اللي لان الاحزاب السياسيه تعيش من المشاركه بالعمليه السياسيه. ولياك تشارك بالعمليه السياسيه على تعتبر العمليه السياسيه عمليه سلسه وواضحه وشفافه، هي اللي تتمكن فيها، واحنا انت عارف ان العمليه السياسيه ما هي شفافه وليس سلسه. يبدو ان لدينا عدد كبير من الاسئله، قرابه حتى الان 50 سؤال، فسنأخذ ما يسمح لنا ان شاء الله ما يسمح الوقت به منها ان شاء الله. راجين مستوى من الاختصار ما امكن في الاجابه عن هذه الاسئله. احد هذه الاسئله يقول، هذا هو محمد كانه يقول، سؤالي لضيفكم الكريم، ما هي الاستراتيجيه التي لديكم في المنتدى فيما بعد الحوار؟ كانه يقصد لو ان النظام او لو ان السلطه الان نظمت الحوار في وقته الذي حددته، هل لديكم استراتيجيه لما بعد؟ طبعا المنتدى عنده رؤيه واضحه، حد ادنى للدخول في الحوار، وفي حاله الحد الادنى ما تحقق
هو متابع عمليته نضالية من أجل الضغط على النظام حتى يخرج حوار جاد حقيقي لا يخرج البلد من حفظة. الناس عندها تفكير إن إحنا من ذوار ولا ولا ولا, ولا ندعو للثورة، إحنا نعدل عمل سياسي. قط دعيتوا لها غير ما تيسرت لكم تو بالتالي قلتوا له لا مطالبة باستقالة على قاعدة إنه إذا لم تستطع شيئا دعه وجاوزه إلى ما تستطيع. مطالبة برحيل رئيس في مرحلة معينة، هذه ما هي ثورة. أنت شو فرنسا ودول عريقة في الديمقراطية معارضاتها تطالب الرئيس بالاستقالة، هذه مسألة عادية. ما يبقى اسم الثورة، ولكن النسق، لا النسق اللي خلق فيه هو اللي أعطاها الطابع الخاص. طيب حافظ الأستاذ المصطفى يقول مرحبا بضيفكم الكريم، سؤالي هو لماذا رفض المنتدى التوقيع على الورقة التي قدمها له رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي والتي تنص على عدم المشاركة نهائيا في مخرجات الحوار؟ ولأنه مستعد لتوقيعها والالتزام بها حتى ولو لم يكن مقتنعا بها، لماذا رفض المنتدى التوقيع؟ رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي الأستاذ يعقوب اللمين قال في حلقة الأسبوع الماضي هون من أنا من الناس الصميم. اللي جاتوا أنا والرئيس محمد المولود ولقد من أي وثيقة قال إنه عنده رأي أي حوار يلا يخلق إنه في حالة المدة ما هي متأكدة إنه ما يلي تشارك بالانتخابات والله في مخرجاته إنها يلا تشارك يا غير ما اقترحنا. شو قلت له؟ ولا اقترحنا. شو قلت له؟ شو قلنا له؟ عبرنا له عن رأينا، قلنا له إنه ظاهرنا إن الحوار اللي واعدين وداعي الرئيس إنه ما واعدين، هو في حالته طلب إنه ينتمى المنتدى عنده الحق في طالب الاستراتيجية يقوم بها المنتدى، وما دام خارج المنتدى طبعاً عبر عن رأيه وإحنا نحترم ذاك الرأي. عبد الله ولبا يقول هل يرون في المنتدى تصريحات الرئيس أمس طمأنة لهم؟ معك سؤال لنا عليه. وماذا عن لقائهم برئيس تكتل سيد أحمد الدادة؟ أيضا شينا عنه. ما هي خطتهم المستقبل؟ سؤال على الجزء الأخير من السؤال، ما رأيهم في تنظيم القمة العربية بموريتانيا؟ بكل حال إحنا حطوا في الجامعة العربية وجميع الأعضاء عندهم الحق حسب الترتيب اللي عندهم وواصل الترتيب اليوم حضوره الموضوعية مكن من تنظيمه. إحنا موريتانيين وشرفنا أي شيء لا يشرف به البلد، وبالتالي ما نشكل يعني ليس لكم موقف سلبي من اجتماع في دولة ما نشكل ما عنده بعد، ولكن المنتدى إلى حد الآن ما قطع الموضوع ناقش. أحمد والصنبفال يقول رفض الرئيس للترشح هو الذي يعطي الشرعية الدستورية للمطالبات الشعبية المرتقبة بالمأمورية الثالثة، تأكيد رئيس الجمهورية على عدم الترشح للمأمورية الثالثة يعبر عن مدى احترامه للدستور والتزامه باليمين الدستورية احترام المادتين، لكنه لا يتعارض مع استجابته لمقتضيات المادة الثانية من الدستور. كان يقول له يقول ان الدستور حرج على الرئيس في انه يسعى لمأمورية ثالثة يغير الشعب هو السيد. الدستور ما يقدر يغير يكون بإرادة من الرئيس، والرئيس منع الدستور من الإرادة، وبالتالي مسألة بسيطة. محمد الأمين السيدي مولود، سؤال لضيفكم الكريم بعد التحية، تدافع قادة المنتدى للترحيب بتصريح لصحيفة المغمورة في إسبانيا بينما تجاهلوا تصريحات سابقة له تتضمن نفس المعنى تقريبا ما فيها تصريح النعمة أنه لن يكون عرقلة أمام الديمقراطية وهم الجديد. من جهة أخرى كيف ترون من اتهامكم وسجنكم جديرا بالمحاورة؟ ولا ظاهر لي انه لين يذكر خطاب النعمه يعرف ان المحتوى ما هو واحد بالنسبه للكلمه هذه اللي قالها الرئيس، قال انه لن يكون عرقله امام الديمقراطيه. هذه والله في بركه لانها بين اسبانيا والنعمه. لا البركه ما هي في اسبانيا ولا في النعمه، لين يقول انه حالف يمين على انه ما يغير الدستور وانه ذا اليمين اساسي عنده مهم، هذا ما هو كيف انا ما يعود عرقله للديمقراطيه، ما هو كيف تهوته. الجزء الثاني من السؤال، كيف ترون ان من سجنكم جديرا بالمحاورة اتهمكم؟ السياسة يعرف ان السجان والسجين يتحاوروا وهذا ما في السياسة. انا هو انقلب على نظامنا وحبسني، وانا لو اني فشلت انقلابه وقت لا ينحبسه، وبالتالي وخلت في اطار اتفاق سياسي على اي اساس تحبسه؟ قال انه متمرد انه تمرد وانقلب على نظام شرعي، وقال انكم اللي تمردتوا هيك الساعه وطيحتوا. قلنا احنا هو اللي تمرد وطبيعه المساله بسيطه. احمد جلو يقول لقد تابعت السيد الوزير في اغلب خرجاته الاعلاميه ولكني لم اوفق ولو لمره واحده من فهم اجابه واضحه على الاسئله التي تطرح عليه في جميع المجالات وخاصه اذا تعلق الامر بموقف من القضايا الحساسه، وشكرا.
انا اسف لانه ما معناه انه ما وصلت له اللي خالك الناس يعود يختارين قالوا دور انا بعد انا نختار نعود نعرف اللي دوري كان يقدر نقولوا والله ما يقدر نقولوا. الكوري والاحمدو الا يرى الاخوه في المنتدى يقول انهم يضيعون الفرصه تلو الاخرى في تمسك عبثي باجراء شكلي لا يقدم ولا يؤخر. لماذا لم يشاركوا لماذا لا يشاركوا في الحوار وينسحبوا منه اذا ما ظهر توجه لتعديل الدستور؟ الاخ اختار نقول له ما هو شكلي. احنا عندنا تجارب في الحوار. الحوارين يعود لا يعيط المد وتعيط له الموريتان كامله وقال له انتم اقليه ولا ينعدلوا اللي نبقوا نعدلوا. هذا ما هو حوار ولا وهذا وعدل في ما يسمى بمنتديات الديمقراطيه 2008 مع التكتل وعدل معاه منتديات وفي اخر الوقت جاب له نتائج غير النتائج اللي مطلوب. احنا ذاك اللي طالبين شنو؟ طالبين ضمانات الاليات اللي له تضمن لنا النجاح وبالتالي ما تعتبر كانه عبد الله السيد لديه نفس الاقتراح يقول اليس من الاحسن ان يعلن المنتدى عن دخوله في الحوار مع احتفاظه بشروطه لكي يحقق هدفين، اولهما انه لم يقاطع حوارا تدعي السلطه انه للمصلحه العامه، والثاني ان يفشل اطروحات النظام من داخل غرفه العمليات الحواريه. انا ما اللي قلت لكم ان الحوار بدا تبدا، احنا بدانا في الحوار وبالتالي احنا توافقنا على الحوار انه مرحلتين، المرحله الاولى دخلنا فيها واللي وقف في النظام ما هو المنتدى. صدام محمد محمود، ما هي المبررات التي يقدمها المنتدى للشعب الموريتاني في حاله عدم مشاركته في الحوار؟ تتهمون بانكم تهددون استقرار البلد و طمأنين تأهلوا لأنكم ترفضون الحوار والحوار هو البديل عن البلد من ماسك عن التأزم من ماسك زمام أمره هو النظام. المنتدى حدد رؤية الحوار جات إلى ما يوصل لها. على كل حال هو إحنا إن سبع سنوات معارضين للنظام ونتظاهروا ما قط كبينا مها الحد ولا قط وخرنا إن ندوروا عدم استقرار للبلد، بالعكس إحنا أكثر حرص على البلد من أي حد. سلموا لمحمد احمد، السؤالي يقول لضيفك من كلمه هو موقف حزب عادل من التشرد الحاصل في المنتدى، هل يعتبر الحزب من الصامدين في وجه النظام انه سيعبر الضفه الاخرى قريبا ام ان التهم السابقه لكم ربما قد تحول دون ذلك؟ لعله جبنا عن اغلب هذا السؤال اعتقد. لا اعتقد انه جاوب. المهم انه لا نطمئن توه ان موقفكم على حاله قوي في صميم موقف المنتدى. مصطفى والاحمد جوجه، كيف يقتنع كيف يتقنع اساستنا بحب المصلحه العامه ويتصنعون تعلقهم بكينونه الدوله وهم من تغيب الرمزيه والشموليه في تعاملهم مع قضاياها؟ بمعنى اخر كيف يقبل رئيس عبد العزيز بالبوحه للاجانب عما يرفض البوحه به لمواطنين لهم على الدوله وعليه حق معلوم؟ وكيف لمعارضيه ان يرموا تلك الرمزيه عرض الحائط ويتلقفوا ما يرونه تنازلات في صحون اجنبيه؟ في انطباع انكم البث القادم من اسبانيا يلتقط عندكم احسن من البث القادم من النعمه. مشكلين عليه انه يتكلم في الموضوع وسائل الاعلام ما هي وطنيه. يا غير ما دام يتكلم عنه ما نقدر نتجاهله على سبت انه يتكلم. الخطا خطاه هو ما هو خطا نحن. هنالك الكثير من الأسئلة. أحد هذه الأسئلة جد والسيد يقول ما هو البديل للمعارضة في حال مقاطعة هذا الحوار وما هي السيناريوهات المتوقعة في هذه الحالة؟ لا فكرة نجاوبنا عليه. هل ممكن أنه تفكرون في محاولة لإفشال الحوار مثلا؟ طبيعة الحال إحنا ندور نعمل من أجل إفشاله بمعنى إقناع الرأي العام بعدم جدوائه. وكيف تفشلنا اللي ناس الفشل عندها معناها مدت عد الفوضى ولا لا. احنا مشاورات سبتمبر فشلناهم باش بموقفنا الموحد الرافض اللي هو اليوم حوار داخلي شطرالو عن الناس اللي جات 2011 تقصد يا ما زادت ابدا من ناحيه تقصد السياسية. حتى الان ما تقصد ايضا. انا التقيت اقل من اسبوع بالرئيس صار من لاجي دي ام ار اكد انه ما هو مشارك في الحوار وكذلك الصواب رئيسه اكد انه ما هو مشارك في الحوار وهذا كانوا مشاركين في الحوار. هذا اكدوا الاثنين اكدوا لكم انه غير مشارك في الحوار مباشره. شيء ما هو يتغير رايهم حاجه وبالتالي معناه هو المشكل السياسي اليوم الازمه مرتبطه بالهوه اللي بين المعارضه المنتدى والتكتل مع النظام.
اي حوار ما فيه المنتدى والتكتل للحوار ما ولا يحل الازمه السياسيه وبالتالي ما ولا يقدم. هذا فيه ربما تجاهل لبقايا في فرزتها صناديق الاقتراع وظهرتها الساحه انه في اغلبيه اولا داعمه للرئيس وفي قوة معارضة أخرى موجودة. لا القوة المعارضة لا ترون هذا مستوى كبير من لا احنا القوة المعارضة نقدرها ونقدر دورها ونقدر النتائج اللي وصلت لهم في الحوار اللي خلق 2011 غير بعد ما حل اسمه. باقي لنا أقل من دقيقتين لنطرح عليكم سؤالين. السؤال الأول ما ظهر لكم وأنتم تضعون العراقيل تلو العراقيل في وجه الحوار تدفعون البلد تدفعون البلد تدفعون البلد في اتجاه حالة من التأزم حالة من عدم الاستقرار ستتحملون مسؤولية أمام الناس فيها. أستاذ وديعة اليوم المنتدى أولا ما قد قام بأعمال الفوضى ولا يسعى للفوضى لكنكم ترفضون كل دعوات لا الحوار. نرفض الرئيس يدعو للحوار منذ 3 سنوات وحاول معكم أكثر من محاولة وسجل بعث لكم يعني حاوركم سرا وجهرا لمستفيد من الحوار ونتائج الحوار وهذا فيه العادة المصنت عاقل يعود المتكلم عاقل يعود المصنت مجلسات هو عاقل لا تساموا بها في الشرح والله لا لا هذه اعتبرها من سجلها لي اختراع أنا وتوه ما يقع من شرح لأن حد عاقل يشوف الوضعية يعرف أن المنتدى هو المستفيد الكبير من الحوار اليوم كيف مستفيد المنتدى أغلب أحزابه ربما لم يعد لها وجود حتى في الشارع حسب ما يقول البعض ولذلك خوفكم من الحوار هو خوف من ما بعد الحوار هذا هو المنوع يا الأغلبية اللي ظاهر لك المعارضة ما معها حل أجب لي آليات شفافة تأكد اللي موقف عندك يبدو في الوقت كأنه انتهى عندكم كلمة أخيرة نختم بها الحلقة شكرا الكلمة الأخيرة اللي نختار نقول هو نختار رأي العام يفهم بشكل واضح من المنتدى من وراغ والمساعد اللي يخلي الحوار جاد يخرج البلد من الأزمة الأولى وأن أي حوار ما انقضت له الضمانات الضرورية ما هو لا يقدم البلد وبالتالي ذا الموقف اللي عندنا هو إصرار على أن الحوار لا يخلي ودور يخلي وفارض أن يخلي أن لا يعود حوار جاد ويخرجنا من الأزمة إذا من جديد نجدد لكم الشكر على المشاركة معنا في هذه الحلقة كما نشكر الطاقم الذي أسرف على إنجازها والشكر لكم جزيل ووافر مشاهدين الكرام إلى حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.